عامل لكم منظم لكم كده بعض الاكتيفيتيز ان انتوا تتعرفوا على بعض والعاب ذكاء بحيث نشوف بقى ايه تتعرفوا على بعض بصوره اسرع يعني. بعد كده اللي عايز يخرج او اللي عايز يتناقش معانا احنا بنبقى قاعدين بره في الريسبشن هنا. اللي عايز يتناقش معانا ما يتكسفش ان هو يجي يتناقش في اي وقت، عرف نفسك واقعد تشوف انت عايز تتكلم في ايه. ما حدش من الاساتذه الموجودين هيقول لك ما تجيش. من بكره ان شاء الله يبدا بقى ايه شغل الجد. الفطار هنا من 7 لـ 9 في المطعم اللي قدام هنا. اعتقد هتروح له برقم الاوضه بتاعتك هتدخل تفطر. الساعه 9 هنبدا. عندنا 3 محاضرات بعد كده كوفي بريك، 3 تانيين الغدا. بعد كده عاملين حاجه اسمها جروب ورك. في الجروب ورك ده هو شيت اسئله هتبدا تحله. هنقسمكم مجموعات، كل مجموعه تبدا تحل الشيت بتاعها، وهنلف عليكم كده نشوف مين اللي بيحل كويس، ولو حد مش عارف يحل نساعده. بعد كده فري تايم اللي عايز يخرج او اللي عايز يتناقش، احنا سايبين لكم الفتره المسائيه ديت اللي عايز يخرج يعني لو الدنيا ما اشتتش. تاني يوم او اليوم الثالث هيبقى عندنا نفس الموضوع برضو، نفس الكلام، مجموعه محاضرات. كان المفروض ان المخططين اللي يبقى في عندنا تجربه بلازما، وكنت متفق مع شركه ان هي هتجيب تجربه بلازما، كان عندنا في الكليه في تجربه بس للاسف بسبب فيروس كورونا مش هتعرف تيجي. لان التجربه اللي كانوا هيجيبوها كانت هتستورد من الصين، والتجربه بتاعتنا اللي كانت هتتصلح اجزاء منها جايه من الصين، فطبعا هم موقفين الاستيراد دلوقتي. فالفتره المسائيه ديت اصبحت فاضيه يعني، ما عندك من الساعه 5 بقى تخرج براحتك. اليوم الاخير برضو محاضرات. بعد كده عاملين يوم عن المؤتمر. في عندنا الزملاء كل واحد من الناس المقدمه بحث في المؤتمر هيتكلم في خلال 3 ساعة، 10 دقائق اسئله. محدش يخرج من الاسئله، تقف تبقى واقف ماسك نفسك كده. اللي هيتسال لو مش عارف تقول انا مش عارف، مفيش اي مشاكل خالص يعني. بعد كده احنا عاملين محاضرات مسائيه اليوم ده من 7 لـ 8، ازاي تقدم على مهمه علميه او ازاي تكتب ورقه بحثيه. ديت النشاطات. لو انتوا عايزين اي نشاطات تانية او في دماغكم اي حاجه اقترحها عليا او على المنظمين ونبدا نشوفها. الموضوع فليكسبل ان احنا نغير اي حاجه، احنا مش ده الجدول النهائي، ما فيش اي مشاكل لو غيرنا اي حاجه. نبدا بقى ايه كان في حاجة هنا. مناقشات. أنا هسأل سؤال كده ونشوف كده جايزة كده البسيطة اللي عايزه. يحصل إيه لو أنت طلعت الفضاء بدون ما تلبس بدلة؟ يحصل لك إيه؟ اختناق. وفي حاجة تنفسها؟ بالتأكيد هتتخنق. استنى بس. ايوه قلت ايه بقى؟ الضغط جواك علم الضغط برضه. اه هتنفجر. هتنفجر دي حاجه، بس قبل ما تنفجر في حاجه ثانيه. قبل ما تنفجر هتلاقي في حاجه ثانيه حصلت لك يعني. تجمد. درجه حراره الفضاء حوالي 3 كيلو. المهم هتتجمد، بس قبل ما تتجمد ايوه بالظبط. هو انت توصل غلاني انت اكسبيرمنتال بقى. انا كنت ناوي انت جاي دكتور محمد اللي هياخدها بقى. كل ما الضغط قل كل ما الضغط غلاني. بالظبط. اسمك ايه؟ محمد قمر. محمد قمر. ماشي يا محمد، نفتتح كده الجوائز. محمد مره معانا في جايزه، اتفضل. في البلد. الإجابة؟ معرفش. أول حاجة هدورهم. بس هدورهم ليه؟ زي ما الدكتور محمد قال، أنت سائل بتاع جسمك بيغلى عن درجة معينة.
بس مع الضغط القليل هتغلى عن درجه اقل، فاللي يحصل ان دمك هيغلي وهيطلع قطيع، هيبدا جسمك يورم. تاني حاجه هتتحرق، لان انت عندك طبعا الاشعه الكونيه والالترا فايلت عاليه هتتحرق، ده كله قبل ما تموت يعني. بعد كده هتفقد وعيك بقى، وبعد كده بعد ما تغمى عليك هتنفجر الرئه بتاعتك نتيجه للضغط بتاع الرئتين اكبر من الضغط اللي بره، هتنفجر. لو ما لحقتش بقى نفسك بسرعه بعد كده نعم بعد كده عشان بس الناس اللي عايز تخرج بالليل اعرفهم كده على بورسعيد بسرعه. في الناس اللي اول مره تيجي بورسعيد، هي بورسعيد يعني على شكل مثلث زي ما انت شايف كده. احنا المكان بتاعنا في طرف المثلث هنا، دي اللي انت قاعد فيه دلوقتي. في عندك ده قناه السويس، وديت بور فؤاد، وهنا بورسعيد. انا بحب دايما اعرف الخريطه بتاعت اي مكان انت هتروح عشان تعرف لو تهت ايه اللي هيحصل لك. لو تقدر تاخد تاكسي قول له ودينا عند القريه دي. ده القريه اللي احنا قاعدين فيها هنا، هي قدام الجبانات دي المقابر يعني عشان تتعظ. اللي عايز يخرج بالليل في عندك المتحف الحربي ده بيبقى فاتح. لو عايز تتمشى عند الريسبس او طرح البحر ديت اماكن للتمشيه، ممكن تروح تركب المعديه تعدي بالفؤاد. اللي عايز يشتري هدوم يروح شارع تجاري، تروح بر فؤاد تتفسح هناك. دي كلها يعني دي الاماكن اللي ممكن تخرج بيها، ومعانا بعض الطلبه من الكليه من بورسعيد ممكن تصاحبوا عليهم بقى وهم يفسحوك. هنا بعض الصور كده، بعض الصور التاريخيه عندك ده ريسبس. هسال سؤال كمان، امتى بورسعيد اتسمت؟ سموها امتى بورسعيد؟ على اسم مين؟ على خديوي سعيد طبعا، بس سنة كام بقى؟ الأربعينيات. لا ده أنت مش من مصر. مش من مصر خالص. هي بعد الحفر ولا قبل الحفر؟ لا بعد الحفر. يا أستاذ شريف. يا حد يقولها وياخد الجائزة الثانية؟ في جائزة ثانية. هي 1855. عندك ده ريسبس، ده اللي هو اللي كان صاحب الخديوي سعيد، وكان له تمثال على مدخل القناة هنا بس اتشال واترمى في أيام العدوان الثلاثي، بس هتلاقي القعدة بتاعته هي اللي موجودة. عندك في بورسعيد برضه في فنارة ممكن تروحها. كانت الأول معمولة خشب وبعد كده بقت معمولة بالأسمنت، ودي أول فنارة في العالم تقريبا معمولة بالأسمنت يعني. عندك هنا مساجد ممكن تروحها، مسجد العباسي ده زي ما هو كده حتى نفس الألوان بتاعته، مسجد التوفيقي ده من المساجد الأثرية. وعندك كنايس، وهنا مبنى هيئة قناة السويس ده اللي هتلاقيه موجود على البانر بره وعلى الشهادات. دي بور فؤاد طبعا منظر حلو، بس الشوارع غير كده. قبل اقول لكم بس الشوارع لو مشيت فيها غير اللي في السوق. طيب نبدا بقى المحاضرات بتاعتنا. اول محاضره عن البلازما. الناس اللي ما خدتش بلازما والناس اللي عندها خلفيه بسيطه عن البلازما يا ريت تستمتع بيها وتحس ان هي مش ممله يعني. رحلة في البلازما، مين اللي درس بلازما قبل كده؟ دراسة أكاديمية كلية مش كتير، هتلاقي مثلا من ال 50 60 واحد قاعدين قدامي 10 ولا حاجة. فأول في ناس أول مرة تسمع عن البلازما، ما درستهاش في الجامعة، ما عندهاش أي خلفية. هنبدأ ناخد كده فكرة سريعة إيه البلازما وأهم التطبيقات بتاعتها، بحيث لما نبدأ بقى في المحاضرات النظرية أو الأساتذة هيتكلموا فيها
تبقى انت على الاقل مرتاح نفسيا كده اللي انت بتعمله ده ما هوش صعب وممل. نبدا اول حاجه تاريخ البلازما، قصه البلازما. على طريقه بحب التاريخ. هل البلازما كعلم نشا عن طريق ان هو له في تجربه اتعملت ولا اتعمل له بعض اساس نظري؟ يعني عندك النظريه النسبيه اتعملت الاول ولا تم اثباتها؟ اتعملت الاول اساس نظري بعد كده تم اثباتها. طيب البلازما اتعملت بالعكس، اتعملت الاول كتجربه ومحدش فاهم هي ايه ديت، بعد كده اتعمل لها الاساس النظري بعدها يجي ب50 سنه. ازاي؟ اول واحد فكر ان في حاجه اسمها بلازما كان عالم اسمه كروكس. كروكس ده بدا يجيب انبوبه كده ويفرغها ويدرس اشعه الكاثود راي اللي طلع منها، فطلعت حاجات كده هو مش فاهمها. فبدا يدي لها تفسير، التفسير ده يقول لك ان الظاهره اللي طلعت عنده ديت تختلف عن اي حاجه مش موجوده في الهواء او في الغاز، لدرجه ان هو افترض ان ديت نوع جديده، نوع جديد من الماده، وسماها الحاله الرابعه. يقول لك هو فيها وبعيده كل البعد عن حاله الغاز ولكنها مكون من غاز سائل. يعني الكلام في الفتره ديت تحس ان هو كلام متناقض مع بعضه خالص، ايه غاز وغاز سائل؟ فالكلام ده كان في القرن امتى؟ في 1800 وحاجه يعني. بعد كده جه تومسون بدا يعرف، اخذ تجربه كروكس ديت وبدا يعمل عليها دراسات، بس في الفتره ديت كانت الالكترون تم اكتشافه، فبدا يعرف ان في حاجات جديده موجود ممكن تبقى موجوده جوه الغاز الجديد اللي احنا مش عارفينه ده اللي هي الالكترونات. بعد كده الولاده الحقيقيه للبلازما كانت على ايد عالم اسمه لانجمير. لانجمير ده كان سنة 1927 هو اللي اطلق اسم بلازما على الغاز ده، وبدأ يدرس الخصائص بتاعته. في الفترة ديت كانت الالكترونات تم اكتشافها والايونات والكلام ده، فكان عنده المعلومات اللي يبدأ يفرض بيها المقترح بتاعه اللي هي ايه، ان انا عندي الكترونات وايونات والكلام ده بيتسمى، اطلق عليه اسم البلازما، وهو سماها بلازما لانها شبيهة ببلازما الدم. بعد كده بدا يبقى في مشاهدات فعليه ان في طبقه الايونوسفير، الايونوسفير ده اللي هو بيعكس طبق موجات الراديو، طبعا دي كلها مشاهدات ومحدش عارف ايه اللي بيحصل يعني. بدات المشاهدات بعد كده ان الشمس وان في مجرات ونجوم، الكلام ده كله برضه مكون من بلازما، بس محدش عارف ايه هو البلازما او ايه الاساس الرياضي اللي ممكن يبداوا يدرسوا بيه البلازما، لحد ما جه عالم هانز ألفين في سنة 40 عمل نظرية اسمها الماجنيتو هيدروديناميك، بدأ يدرس بيها أو يفرض بيها الأساس النظري للبلازما وأخذ جائزة نوبل على كده سنة 70. بدأ النظرية الام اتش دي أو الماجنيتو هيدروديناميك يفسروا بيها حاجات كتيرة زي السان سبوت والسولار فليرز والسولار ويند، كل ده بدأت تفسر إيه اللي بيحصل في البلازما. فالعلم هنا بدا يتكون خطوه خطوه، ستيب باي ستيب كده بدات الدنيا تعرف تبقى واضحه شويه. استخدموا البلازما او في توليد في الاندماج النووي، وعملوا قنبله هيدروجينيه في اول الخمسينات. لحد سنه 58 بدات الولايات المتحده والدول تفك الحظر عن الابحاث اللي بتحصل في البلازما سنه 58. قبل 58 ما كانش حد عارف غير المجموعه العلماء اللي شغالين في الموضوع ده بس. بعد 58 العالم كله بدا يعرف ايه هو البلازما بقى وايه هي التطبيقات بتاعتها. من الناس المشهوره عالم اسمه باركر، يوجن باركر. باركر ده هو اللي كان بيدرس الرياح الشمسيه اللي جايه من الشمس، وبدا يحط نظريه تفسر بيها الرياح الشمسيه دي. وعمل سنه 87 درس ميكانيزم جديد ازاي السولار كورونا بتعمل هيتنج للشمس، لدرجه ان هم في 2018 اطلقوا سولار بروب وسموه باركر، هو مش تقليدا لاسمه، هو لسه عايش الراجل يعني. فشرف لي يعني ان الراجل ده كان من اوائل الناس اللي درست السولار ويند. في 58 كل ده احنا في حقبه ايه؟ الخمسينات. 58 بدأ فان ألين
يعمل يكتشف الأحزمة اللي حوالين الأرض، وبدأت تظهر عصر جديد اللي هو إيه؟ السبيس بلازما. ممكن كده نشوف الفيلم ده لو اشتغل. The energy released sends temperatures soaring from 5,500 to 5.5 million degrees. That extreme heat triggers the solar wind, sending millions of tons of particles streaming out into space. The bigger the star, the more deadly the wind. If we were all... بعد كده في اول الستينات اتعمل الليزر، فبدات دراسه جديده، علم جديد اسمه الليزر ماتر انتر اكشن، وده بيولد بلازما. يبقى انت عندك ليزر لو اسقطته على اي تارجت هيعمل هيتنج للتارجت ده ويحوله لحاله بلازما، والبلازما دي تتنشر كده على هيئه حاجه اسمها بلوم، زي جناح الطائر كده او ريشه الطائر. والبلوم ده يبدا ممكن يترسب على اي سبستريت هنا بحيث يعمل سيم فيلم او يدرس باي حاجه. فالعلم ده اللي هو الليزر بلازما فيزيكس ده بدا في الستينات. في بدايه السبعينات والثمانينات كان ده بدايه عصر حاجه اسمها النون لينير فينومينا. يعني ايه لينير؟ طالما في نون لينير فينومينا يبقى في لينير. ايه الفرق بين اللينير والنون لينير؟ ببساطه كده، لو انت عندك عربيه ماشيه بسرعه ثابته، يعني او بعجله ثابته، كل 100 متر كل 10 ثواني هتمشي مسافه معينه، يبقى العلاقه هنا اقدر اعملها بعلاقه ايه؟ خطيه. فدي علاقه خطيه. طب لو السرعه متغيره انا ما اعرفش ماشيه ازاي، يبقى العلاقه هنا غير خطيه. فببساطه كده البلازما الظواهر اللي اكتشفوها كانت بتتفسر بنظريات بسيطه، ولكن مع الوقت النظريات البسيطه دي مش بقتش صالحه لتفسير كل حاجه، فبدا يظهر فرع جديد من البلازما اللي هو بيعتمد على نوع جديد بقى من الرياضه اللي هو نون لينير بلازما ايرا او عصر النون لينير بلازما. ده اخر يوم انا هدي في محاضره عن نشوف ايه هي الظواهر غير الخطيه. بعد كده البلازما الاساسيه وعندك في السبيس بدات تبقى موجوده، وفي الصناعه والبلازما ابلكيشن، كل ده في فتره السبعينات والثمانينات كل ده بقى موجود. فدلوقتي بدات تدخل في حياتنا في حاجات كتيره جدا، لدرجه في التسعينات بدات تظهر نوع جديد من البلازما اسمها الداست بلازما او البلازما الغباريه، عامله زي التراب. يعني ايه البلازما التراب دي؟ يعني دي عباره عن شوائب بتبقى موجوده جوه البلازما، والشوائب دي ببساطه بتغير خصائص البلازما. بعد كده بدا يظهر عندنا نوع جديد من البلازما اسمه كوانتم بلازما. كل دي فروع جديده من البلازما طلعت ما كانتش موجوده قبل كده. طب البلازما بتاثر في حياتنا في ايه؟ بص كده على الرسمه دي كده، شوف هتلاقي البلازما داخله في حاجات كتير جدا حوالينا واحنا مش دارينين. عندك مثلا في صناعه التلفزيونات، في الكوتت، عايز في اللي هو ال ماشي الطلاق. عندك حتى في صناعه المفاصل الصناعيه بيدخل فيها البلازما، ليزر بلازما كاتنج كلوزز بيقدر يقطع بيها الهدوم. في الصبغات بيبقى موجوده في كل الحاجات ديت، حتى في تنقيه المياه. كل ديت حوالي اكتر من 21 تطبيق للبلازما ممكن تبقى موجوده في لمض النيون اللي موجوده عندنا، في صناعه اشباه الموصلات او السيمي كوندكتور. كل ديت تطبيقات البلازما موجوده حوالينا، ولكن احنا مش بنحس فيها لان انت مش متخصص بيها. فانت لازم تبقى انت عارف ايه النوع الجديد ده من العلم عشان تعرف ايه اللي بيحصل. طيب ايه بقى الاساس النظري بتاع البلازما؟
زي ما كان زمان في السبعينات تقول لك ان 99% من الكون موجود من بلازما، بس لا، هو الحقيقه ان 96% من الكون اصلا احنا مش عارفين هو ايه. فهو 4% من الكون ده المطر اللي احنا شايفينه، 99% من الاربعة بقى هو اللي بلازما، انما هو الكون نفسه احنا مش عارفين هو ايه. في عندك في البلازما في حاجه اسمها الديجري اوف ايونيزيشن، يعني الهواء اللي موجود عندنا ده حوالينا في الاوضه، هل ده متأيون ولا مفيش فيه تأيون؟ ودرجه التأيون قد ايه؟ في الهواء الغرفه العاديه دي فيه تأيون ولكن بسيط جدا، حوالي 10^122، يعني كل 10^122 بارتكل هتلاقي فيه ايون واحد بس، فطبعا نسبه بسيطه جدا. طب لو انت حبيت تزود النسبة دي يبقى انت لازم تعمل وسيلة خارجية تزود بها نسبة التأيون. فنسبة التأيون اللي موجودة في البلازما بتبقى من بتتراوح من 1 لحد 10^8. لو دي وصلت الواحد معناها ايه؟ ان الـ NN بيخسر، يبقى انت عندك درجة قليلة، يبقى انت عندك درجة عدد الالكترونات قليلة. وابسط معادلة بتوصفها معادلة اسمها الصحراء الكمية. طبعا مش هقول لك احفظها ولا حل بيها مسائل، انت مجرد بس تبقى عارف ان في معادلة اسمها الصحراء إكويشن، من خلالها تقدر تعرف نسبة الايونات الموجودة او درجة التأيون الموجودة عندك. في عندنا ثلاث حاجات أساسية موجودة في البلازما، لازم تبقى هي عدد الكارت والفوليوم، درجة الحرارة الإلكترون فولت أو الكيلفن، وبعد كده المجال المغناطيسي. ده من ثلاث أساسيات اللي موجودة في أي بلازما، تبقى أنت عارف الحاجات دي. أبسط أول حاجة هنبدأ ندرسها حاجة اسمها الديبال لينز أو الديبال شيلدنج. إيه معنى الديبال شيلدنج هنا؟ ببساطة البلازما غاز مهواش عادي، لازم تأين الأيونات اللي فيه بتسلك سلوك مختلف. لو أنت جبت بلازما حطيت فيها شحنة موجبة وشحنة سالبة، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي الإلكترونات تتجمع حواليها، الشحنة السالبة تتجمع حواليها الشحنات الموجبة، والموجب تتجمع حوالي الإلكترونات. بس الكلام ده لحد ما لا نهاية؟ لا، لحد مدى معين. المدى اللي بيظهر فيه تأثير الشحنة ده هو ده الديبال شيلدنج. يعني أقصى مسافة هيظهر فيها تأثير الشحنة الموجبة هنا دي اسمها الديبال شيلدنج. مش هندخل جوه استنتاجها دلوقتي، مجرد بس إن احنا بنقول كلمة عشان هنبدأ نركز عليها بكرة بالتفصيل أكتر بعد ما نكون ارتحنا. اللمضة دي هنا بتعتمد أو الديبال شيلدنج بتعتمد على إيه؟ إبسلون ده ثابت، الكي ثابت بولتزمان، التي اي درجة الحرارة، الإن عدد الإلكترونات، والإي تربيع ثابت شحنة الإلكترون. لو عوضت بكل الثوابت دي يطلع لك 69 تي اي على الإن. طب هيحصل إيه هنا لو درجة الحرارة زادت؟ اللمبة هيحصل لها إيه؟ هتزيد. طب لو الدنسيتي زادت؟ هتقل. طب هتقل لحد كام؟ خد رقم، لو قلنا ان التي اي بواحد والان بواحد يبقى اللمضه بكام متر؟ 69 متر. طب خد بقى الان هنا ب10^15، هتطلع لك اللمضه بكام؟ لو هي 10^-15 سالب 7، سالب 7 متر. طب خدها اكتر، 10^20. لو ان ب 10^20 هتطلع لك اللمضه بحوالي 10^-10. في الحاله دي انت بتتنقل من الكلاسيكال بلازما للكوانتم بلازما، يبقى الالكترونات قريبه من بعضها جدا لدرجه ان المسافه بين الالكترونات وبعضها ممكن ان الويف فانكشن بتاع كل الكترون ياثر على الويف فانكشن اللي جنبه.
ففي الحالة ديت مش هقدر اعمل الالكترونات كأنها بارت، اعملها كأنها ويف فانكشن. واضح؟ فهو من هنا ان التعريف البسيط ده بدأ ينقلني من 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 نوع بلازما لنوع بلازما تاني خالص. الحاجة الثالثة اللي ممكن نتكلم عليها حاجة اسمها الأوميجا بي أو البلازما فريكونسي. البلازما فريكونسي هنا بتعتمد على ايه؟ مش هندخل جوه التفاصيل. البلازما فريكونسي هنا عبارة عن ايه؟ بس اللي أقدر أقوله لك إن أنت الفريكونسي هنا بمعنى ايه؟ تردد مين؟ ما هو في تردد يبقى في حاجه بتتحرك، ايه اللي هيتحرك؟ الالكترونز او الايونز. انا هنا مركز على الالكترونز مثلا، لان انا هنا عندي الام اي. يبقى اللي هيتحرك عندك الالكترونات، طب الالكترونات اللي هيتحرك دي يعني ايه التردد بتاعها؟ هتتحرك حوالين موضع الالتزام بتاعها، يبقى هتعمل لك فريكونسي. طيب الفريكونسي ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على كذا حاجه، بس ال N عددها، ال Q وال E ده عباره عن ثوابت، ال Epsilon ثابت، ال M E. يبقى العاملين الرئيسيين عندك ايه؟ العدد والكتله. يبقى كل ما كتله زادت يبقى الفريكونسي بتاعتك هتبقى قليله جدا. طيب لو قلت لك مثلا ان الدست دوت كتلته 10 اس 12 بال M R، 10 اس 12 بال M R، يبقى الفريكونسي بتاعت الدست هتبقى كبيره ولا قليله؟ تبقى كبيره جدا ولا قليله جدا؟ ما انت بتقول كبيره، هتبقى قليله جدا. طيب يبقى كل ما الكتله زادت الفريكونسي هتقل، وبالتالي زي ما هناخد بكره ان نوع الموجه اللي هيبقى موجود عندك هيتحرك في تايم سكيل مختلف تماما. ما هو الفريكونسي ده دلف مين؟ في التايم سكيل اللي الجسم هيتحرك فيه. فانت كل ما يبقى كتله كبيره هيتحرك في فريكونسي قليله، يعني في زمن هيبقى الزمن بتاع الحركه كبير. دولت في الخص ان البلازما بيبقى لها خاصيتين اساسيتين، ان هي حاجه اسمها كولكتيف بيهيفير وكواسي نيوترال. كولكتيف بيهيفير يعني ايه؟ لو انت الاوركسترا اللي بتبقى في الحفلات، هل في واحد يقعد كل واحد يضرب لوحده كده الاله بتاعته؟ لا، كله بيضرب بتناغم معين بحيث في الاخر تسمع مقطع موسيقيه. لو كل واحد ضرب مع نفسه تبقى انت قاعد في ايه؟ في وش كده وخلاص. فاللي بيحصل في الاوركسترا هنا ده اسمه كولكتيف بيهيفير، ان كل واحد متناغم مع اللي جنبه بطريقه ان في المحصله النهائيه بيطلع حاجه مفيده. البلازما برضو كده، كل بارتكل بيأثر على البارتكل اللي جنبه او في جاره لحد لما في الاخر خالص بيطلع خاصيه عامه للبلازما او خصائص عامه للبلازما، دي اللي هي خصائص البلازما. ف مش اي غاز اقدر اطلق عليه بلازما، لازم يحقق ثلاث شروط. اول حاجه ان اللمضة دي او الديفايلنس بيبقى اقل من اللمضة من ال اللي هو الدايمنشنز بتاع التجربه اللي عندك. يعني لو انت عندك تجربه 20 سم ينفع اللمضة بتاعتها 50؟ ما ينفعش، لازم يبقى الديفايلنس صغير وابعاد التجربه بتاعتك كبيره او ابعاد الظاهره اللي عندك كبيره زي ما هنشوف دلوقتي. بعد كده الان دي اكبر من واحد، يعني في خلال الان ديت ليها عدد البارتكلز جوه الديباي لينس ده. بعد كده الاوميجا في التاو اكبر من واحد، ايه الاوميجا وايه التاو؟ الاوميجا ديت الفريكونسي الموجوده عندك اللي فيها الظاهره، والتاو التايم بتوين كوليجن، يعني حاصل ضربهم يكون اكبر من واحد. لو عملناهم بطريقه ثانيه كده، لو جبت التاو حركتها الناحيه الثانيه، يعني هتبقى تاو اس سالب كام؟ واحد. تاو اس سالب واحد هيديك ايه؟ ابعاد ايه؟ ابعاد زمن. يبقى كان الزمن بتاع الكوليجن اكبر من الزمن بتاع الفينومينا اللي هتحصل عندك. يبقى انت لازم الفينومينا تحصل في وقت اقل من الزمن اللي هيحصل فيه كوليجن. طب ليه الكلام ده مهم؟ ليه؟ طبعا عامل
ميجرمنت، لان الظاهره اصلا مش هتكون اتكونت. لو حصل كوليجن ايه اللي هيحصل؟ الطاقه هتخبط بالنظام، وبالتالي مش هتلحق اصلا تتكون عندك اي ظاهره من اصل. فلازم الظاهره تحصل في وقت، مثلا ولتكن 1 ثانية، بعد كده الكوليجن هيحصل في 2 ثانية، يبقى انا اقدر اشوف ايه اللي حصل في 1. انما لو حصل ان الكوليجن بقى في 1 والظاهره حصلت في 2، ما هو في خلال الواحد الكوليجن الطاقه فقدت والبلازما اختفت، يبقى انت لازم حاصل ضرب الاوميجا في التاو يكون اكبر من 1. دي ببساطه ايه اللي بيحصل. طب البلازما هنا زي ما انت شايف كده، الناس اللي ورا ديت خريطه رسم هنا ما بين الالكترون دنسيتي والتمبريتشر. شايفين هنا ديت دي عباره عن الخطوط المنقطه ديت اللمدا دي او الديباي لينز. هتلاقوا مثلا هنا في الماجنيتوسفير ان اللمدا حوالي 100 متر، طب ليه 100 متر؟ لان انت عندك الماجنيتوسفير ده معمل مفتوح، فانت كل شحنه ممكن تاثر على مسافه 100 متر. الدنسيتي قليله جدا وبالتالي ودرجه الحراره ممكن تبقى عاليه بس الدنسيتي قليله. هيديك المحصنه لللمضه حوالي 100 متر. طب لو جينا هنا مثلا في الـ في الـ في الـ في الفيوجن رياكتور هتلاقي اللمضه حوالي 1 مايكرومتر، 1 مايكرومتر بس. يبقى هينفع اولد فيوجن في مسافه اقل من 1 مايكرومتر؟ لا، لازم تبقى هنا اللمضه اكبر من ال. طب الخط ده بيبين لك ان انت عندك ده كلاسيكال بلازما، كل اللي هنا ده وكل اللي هنا ده عندك بيتصرف كانه كوانتم بلازما. يبقى الدنسيتي لو اكبر من 10 اس 25 لحد 35 ده هيبقى عندك هنا كوانتم بلازما. ده برضه بيديك ابلكيشنز كتيره هنا عندك في الفيوجن والسولار كورونا، كل دي ابلكيشن للبلازما على حسب الدنسيتي بتاعتها. ممكن نعدي ديت. عندك هنا في 2013 ناسا طلعت ميشن اسمها لادا، ديت طلعت على القمر وقاست ان على سطح القمر في دست بلازما. وديت شكل المركبه اللي هي اللادا ديت، وهنا شكل القمر. فهو الدست بلازما موجود في اماكن كتيره. عندك هنا مثلا ده البروب اللي هو اسمه باركر، هو المفروض ان هو مستهدف ان هو يلف حوالين الشمس ويوصل لمسافه قريبه جدا منها، هو المسار اللي هو البسيط ده اللي هو البنفسجي ده، بيلف حوالين الشمس وبعدين يبعد شويه، فهو هيوصل لمرحله قريبه جدا من الشمس هتبقى درجه الحراره عاليه. طب ايه الماتيريالز او المواد اللي هيتصنع منها بحيث يستحمل درجه الحراره العاليه ديت؟ يبقى انت هنا محتاج ناس بتوع ايه؟ ناس بتوع ماتيريال ساينس، محتاج ناس بتوع لازم، محتاج متخصصات كتيره جدا عشان تقدر تصنع حاجه زي كده وتروح تقرب من الشمس لمسافه كبيره ديت. وفي نفس الوقت لما تقرب الموضوع مش حراره بس، انت عندك سولار ويند. السولار ويند ديت لها طاقه، ممكن الطاقه بتاعتها تاثر على الالكترونيات او الاجهزه اللي موجوده، طب ازاي تقدر تحميها؟ فانت عندك حاجات كتيره جدا لازم تتعامل معاها في نفس الوقت. طب البلازما في التكنولوجي، يبقى الخلاصه هنا نقدر نقول اللي هيشتغل بلازما او اللي يبقى لازم يبقى عارف جزء عن، لو انت هتشتغل بلازما نظري تبقى عارف جزء عن الاستاتستيكال فيزيكس، عن الكوانتم الكتروديناميك، في بلازما كيمستري تبقى عندك معلومات، لو هتشتغل بالماثماتكس تبقى عارف ديفرنشال ايكويشن، بروجرامنج تبقى عارف برامج، لو بلازما ابلكيشن زي البيولوجي تبقى عارف. فموضوع البلازما ما هوش خاص لبتوع الفيزياء بس ولا بتوع الرياضه بس، خاص بجميع الافرع، ولذلك المجموعه الشاطره بتلاقيها فيها ناس بتاعت برمجه، فيها ناس بتاعت اكسبيرمنتال، ناس بتاعت ثيوريتيكال، كل التخصصات تلاقيها موجوده فيها. في الحاله دي هتطلع لك بحث فعلا ذو قيمه. هنا البلازما في التكنولوجي بصوره عامه كده مش هنطول. انت عندك هنا زي المفاعل الاندماجي، دكتور كمال ممكن بقى يبقى يدينا فكره احسن من هنا مني. عندك مفاعل اللي هو ايتر، ده المفروض اللي هو هيتبنى، الله اعلم هيتبنى امتى، كل شويه ياجلوا فيه ما حد عارف ليه. وعندك الاستيلريتور، ده عباره عن تقنيه جديده غير ايتر، بيعتمد على ان المجال المغناطيسي ما يبقاش
يبقى ياخد شكل متعرب كده شبه التعبان، ما يبقاش منتظم. ممكن البلازما ادي شكل الكبسولة، لو انت هتعمل ليزر كونفاينمنت ده شكل الكبسولة، بتضرب عليها اشعه بلازما من اشعه ليزر من جميع الاتجاهات، بتركز على الكبسولة الصغيره ديت بحيث يحصل اندماج هنا، وده اللي هو بتسميه ايه ليزر انيشال كونفاينمنت فيوجن. ممكن الليزر البلازما تستخدم في الطب، او بيحاولوا حاليا يستخدموها في الطب. دكتوره شيماء هتيجي تدينا محاضره عن استخدام البلازما في الطب، و فهي بيستخدموا حاجه اسمها بلازما جيت، شعاع كده من البلازما عامل زي بتاع اللحام كده. عندك هنا فار اهوت عنده ورم بعد المعالجه بالليزر البلازما جيت، بتلاقي الاورام راحت. هنا برضو ناس بيبقى عندها حاجات قدم سكري او حاجات من ديت بتعالج بالبلازما، او ناس مثلا عندها حروق. كل دي عباره عن معالجات للبلازما وبتدي نتائج كويسه جدا يعني. باشا اقلفكم اكتر من كده بقى. انت شفت المنظر ده؟ ممكن البلازما تستخدم كفلتر للمصنع. ان البلازما بتستخدم كفلتر ان هي نتيجه للحراره العاليه بتبدا تحرق العادم، بحيث ان اللي خارج بس بيبقى كربون دايوكسيد، ما يبقاش في حاجه تانية. ممكن البلازما تستخدم في التكنولوجي، ان هم بيعملوا بيه حفر على البلازما. دي هنا عندك ده عباره عن سيمي كوندكتور، ده البعد بتاعه حوالي 100 نانومتر. ده عباره عن سيمي كوندكتور محفور بالبلازما البتاع الصغيره دي. كده يبقى انا قدمت ايه فكره سريعه كده عن البلازما عباره عن ايه. بكره ان شاء الله هنبدا نتكلم بقى بتفصيل اكتر. انا ده كله مجرد فكره سريعه ان الناس تبقى عارفه بدايتها واخرها عباره ايه. كل واحد من الاساتذه اللي هيدونا محاضرات متخصص في جزء من ده. انا ما اعرفش اي حاجه كل حاجه، لا كل واحد متخصص في حاجه تقدر تقعد معاه وتستفهم منه عن تفاصيل الحاجه اللي انت مهتم بيها. عايز حد متخصص لليزر بلازما عندك دكتور وليد، حد متخصص فيوجن عندك دكتور كمال، حد اكسبيرمنتال بلازما دكتور محمد، نظري انا والمجموعه اللي معايا. فكل واحد انت هتقدر تستفيد منه بمعلومه، المعلومه اللي هتاخدها منه مش هتفيدك النهارده، ممكن تفيدك السنه الجايه. فيعني يا ريت انت تبقى قاعد النهارده او في الايام اللي جايه. المشكله اللي انا بلاقيها من الطلبه ان هم بيخرجوا ويسهروا بالليل بره ويجوا الصبح تعبانين. ديت انا في الاربع مدارس اللي فاتت كانت مشكله المحاضره بتاعت الساعه 9 الصبح، نص الناس بتبقى نايمه في الشلال. فيا ريت اللي عايز يسهر يسهر، ولكن محاضرة الساعة 9 تنام بدري عشان تقوم فايق. انت مش جاي هنا عشان تتفسح، انت جاي عشان تحضر وتستفيد. يبقى تنام بدري، عايز تسهر مع اصحابك اسهر، بس تنام بدري وتقوم بدري تسهر وتيجي، انما مش الساعة 9 اقعد اجيبكم من المطعم يعني. يعني معلش بقول الكلام ده لان انا اتخنقت من الناس الاربع سنين اللي فاتوا، وانا بتضايق جدا من المواعيد. انا اما اقول ميعاد مثلا معين اجي فيه، 4 اجي 4، إذا عايز تتأخر يبقى تتصل وتعلمها القاعدة في حياتك. عايز تتأخر اتصل، أنا مش هتأخر. فيا ريت كده الالتزام بالمواعيد، ومحاضرة الساعة 9 الصبح ديت الناس تفطر وتيجي بدري. لأن دي أهم محاضرة، أو إن الواحد لسه بيبقى ذهنه صاحي ويقدر يتكلم يعني. ماشي؟ هسيبكم بقى النهاردة مع المجموعة بتاعة الأكتيفيتيز الموجودة. هم هيبقوا معاكم الاء واحمد هشام، والاء هم اللي هينظموا بعض شويه نشاطات كده بعد المحاضره دي. شكرا.